السلام عليكم. لقيتلكن أفضل وأسرع طريقة لتحقيق أول 10 دولارات في قناتك اليوتيوب وبالتالي حسابك أدسنس، وأنا بعتبر الوصول ل10 دولار هو الشرط الثالث اللي بتحتاجوه. ال10 دولار مهمة جدا بحسابكن الأدسنس لحتى يجيكن البين كود وحتى تعرفوا مصير قناتكن، هل تكملوا باليوتيوب ولا ما تكملوا، وعلى أساسه بتقرروا شو تسووا. الطريقة أصدقائي مضمونة ومؤكدة 100% ومجربة أنا شخصيا على قناتي بدون ما تدفعوا أي مصاري، بدون ما تخسروا أي شيء. في بعض المواقع بتبيع هاي ب170 دولار، وهالشي أكيد حرام وما بتكون تدفعوا كل هالمبالغ نهائيا. الطريقة هلا رح فرجيكم إياها مؤكدة مضمونة، وهي قناتي ما فيها أي مشاكل وشغالة لحد هلأ. ويلا نبلش بشرح الفيديو. الطريقة هي يا إما تعمل بث مباشر يا إما تعمل عرض أول. الغالبية بيخجلوا من البث المباشر، لهيك فيك تعمل عرض أول، تنزل فيديو عرض أول وتطلب من صديقك أو من أخوك إنه يتبرع لك أثناء العرض. مثلا هذا الفيديو أنا كنت عامله عرض أول، تعرفوا بالعرض الأول تشتغل المحادثات والدردشة، فطلبت من أخوي يتبرع لي ب10 ليرات مثلا. فأثناء عملية البث قلت له ابعث لي 10 ليرات او ما يعادل يعني دولار، شوف كيف هون على البث المباشر. وطبعا هاي ال10 ليرات تنضاف فورا على سجل يعني المصاري الحاصل عليها بيوتيوب، وبالتالي رح تتحول لحساب ادسنس. نفس الشي اذا ما عندك حدا يتبرع لك فما في اي مشكلة، تكون انت فاتح حساب تاني ومن نفس الحساب تتبرع بنفسك لنفسك. وهذا اللي سويته كمان هون، رحت مسكت موبايلي على حسابي اليوتيوب الثاني وتبرعت بنفسي لنفسي. وهون سويت حالي مصدوم متفاجئ من حالي، هو انا هون كنت عم بتبرع بنفسي. واذا رحنا على لوحة البيانات ورحنا على تحقيق الربح، من تحقيق الربح رحنا على سوبرز، منلاحظ اني انا تبرعت بحالي لحالي ب20 ليرة اول مرة، وتقريبا 10 ليرات مرة تانية، و10 ليرات من اخوي. هدول صار مجموعهم حوالي 4 دولار. هاي كانت تجربتي انا، وطبعا باقي الدولارات حصلتهم من خلال الاعلانات. وانتو فيكن اصدقائي من اول مرة مثلا تتبرعوا فورا ب10 دولار، وهاي ال10 دولار راح تتحول ل ادسنس كل 10 شهر بدون اي مشاكل، تكسبوا فورا وتجمعوا اول 10 دولارات في حسابكم ادسنس. ومثل ما شايفين حسابي ادسنس تفعل بدون اي مشاكل. واذا رحنا على الاحصاءات منلاحظ انه الارباح اللي جايتني هي هاي محصلة الأرباح. إذا رحنا على شهر يوليو وأغسطس نلاحظ إنه الأرباح هاي هون بنحط آخر 360 يوم. لاحظوا جايني من المعاملات سوبر شات والملصقات العجيبة جايني حوالي 3 دولار، هاي عن طريق تجربتي الشخصية. طبعا كان فيني ازود اكتر من هيك، بس لاني كنت عم بجرب قلت ما بدي ازود اكتر من هيك. وهي هي الطريقة المضمونة اصدقائي، فيكن تتبرعوا لحالكم بحالكم او تخلوا حدا يتبرع لكم، وهيك تنضم التبرعات
لا قسم اسمه المعاملات، وبالتالي هاي المعاملات سعرها بسعر الإعلانات بدون أي مشاكل. وشوفوا كيف انحسبت المعاملات مع الإعلانات، والأرباح هاي كلياتها تحولت لأدسنس، واعتبروها من $10. وهي هي الطريقة أصدقائي. إن شاء الله ما أكون طولت عليكم، إن شاء الله تكون عجبتكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس. كان معكم أحمد، والسلام عليكم.